Dibayang-bayangi ketakutan menjadi target serang, begitulah nasib warga Gaza ketika mendengar suara desing pesawat jet melintas di langit. Semua bisa menjadi target serang, termasuk masjid, tempat bersujud warga Palestina di kota Gaza. Tak sedikit jumlah masjid di kota Gaza yang menjadi target serang Zionis dalam beberapa tahun terakhir. Dengan beralas karpet di atas tanah dan beratap terpal apa adanya, masjid darurat pun didirikan di depan bangunan masjid yang roboh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. يعني نتيجة لتعرض مساجد قطاع غزة في الثلاث حروب السابقة التي بلغ عدد مساجد قطاع غزة 987 مسجدا تعرضت إلى 110 مسجد تم تدميره تدميرا كليا إعادة إعمار 78 مسجد من هذه المساجد وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة كان لوزارة الأوقاف أن تقوم ببعض الإنشاءات وبعض الترميم لكن هناك بعض الاحتياجات التي تحتاجها في بعض المساجد وعددها 32 مسجد يحتاج إلى إعادة ترميم وتحتاج بعض المساجد إلى بعض السجاد والموكيت تقريبا 70 مسجد يحتاج إلى فرش الموكيت والسجاد ونتيجة لانقطاع التيار الكهربائي والأزمة الحادة في انقطاع التيار الكهربائي مما يفرضه الاحتلال من حصار شديد على قطاع غزة نحتاج إلى توفير طاقة شمسية ل 30 مسجد والمساجد مع في ظل الحصار الشديد والمتواصل وظل الإمكانيات المحدودة لوزارة الأوقاف لابد من إعادة وصيانة بعض المرافق من متوضئ وشبابيك لمئة مسجد في وزارة الأوقاف ونحتاج إلى فحر أبار مياه ليستطيع رواد المسجد الشرب من مياه نظيفة نتيجة لملوحة المياه في قطاع غزة فصل الشتاء يعني في شهر 11 شهر 12 هذول اطفال صغار يعني وبعضهم يسكن في اماكن بعيده طبعا اوضاعهم الماديه الطلاب نحن اطلاع كامل عليها اوضاعهم الماديه صعبه وظروف اقتصاديه صعبه لذلك هم بحاجه الى ملابس شتويه بحاجه الى شمسيات لتقييم الامطار لذلك يعني نحن نامل انه من اهل الخير انه لو يعني مساهمه بسيطه او مساهمه بما يستطيعون لدعم هذا التخفيض ودعم هذه الطلاب نسال الله ان يجعلهم ذاك في ميزان حسناتهم ان شاء الله.